إنها قصة حلم عالق في كابوس في منتصف الحرب العالمية، وعلى أرصفة ميناء منهاتن أكبر وأجمل سفينة فرنسية تأكلها النيران. التاسعة والعشرين من مايو 1935 تغادر السفينة نورماندي ميناء لوهافر متجهة إلى نيويورك في أول رحلة لها عبر المحيط. كان هذا تتويجاً لمشروع عملاق استمر لسبع سنوات، 80,000 طن من التكنولوجيا والفن وعلوم الصناعة الفرنسية. إلى الأمام مباشرةً. مع وجود ما يزيد على 1,000 من طاقم السفينة و2,000 من الركاب، كانت هذه الرحلة فخامة لا شبيه لها. سفينة نورماندي التي أذهلت العالم بعظمة تصميمها. تجعل شركة كومباني جنرال ترانس أتلانتيك من إطلاق السفينة حدثاً إعلامياً دولياً يعبر عن جيلاً بأكمله. سفينة الركاب نورماندي المذهلة موصوفة كأجمل سفينة. يصف صحفيون سيدة البحار الجديدة بعبارات المديح والثناء كافة. أعظم سفن الركاب في رحلتها الأولى الأكثر شهرة في تاريخ الملاحة البحرية. خصصت مئات التقارير لتسليط الضوء على حداثة تصميمها ومساحاتها الفخمة من الدرجة الأولى التي يمكن مقارنتها بقصر فيرساي، وروعة التي توفرها للركاب ونظام الدفع الثوري. تمخر نورماندي عباب المحيط الأطلسي في رحلتها الأولى بسرعة 30 عقدة سفينة الركاب الأضخم. تصور فرق من جميع أنحاء العالم الأسطح الخارجية للسفينة، والتي صممت لتكون بلا عوائق ولتمنح مساحات كبيرة للتنزه والاسترخاء. السفينة العملاقة تعد حلماً للمصور الإخباري، إذ يحاول أخذ لقطات من الجو بينما يفعل الطيار بهلوانيات جوية لإعطائه الزوايا كافة. ولقبت أيضاً باسم الدين العائم، إذ أدى تشييدها بعد وقت قصير من كساد العام 1929 إلى وصول الشركة إلى حافة الانهيار. وللحفاظ على مكانتها دولياً تتدخل الدولة الفرنسية وتنقذ الشركة من حافة الإفلاس. وفي الوقت الذي كان العالم فيه يوشك على الانفجار، تأخذ نورماندي التاريخ باتجاه معاكس، تحفة فنية وانتصار للإبداع الهندسي لفرنسا التي كانت في هذا الوقت تحفر الممرات تحت الأرض لخط ماجينو. يعدها رئيس الشركة أداة لبروباغندا الفرنسية الأكثر روعة. قصر عائم بطول 313 متراً يقارب طول مبنى إمباير ستيت مقلوباً على جانبه. ويكتب لاحقاً: نحن نعبر عن رغبتنا في التصرف كشعب منتصر ذي مصير يحسدنا الآخرون عليه. في منهاتن أدى العمل في موقع بناء ضخم إلى توسعة نهر هدسون بحوالي 100 متر. تم الانتهاء من بناء الرصيف 88 بأيام قليلة قبل وصول نورماندي، وافتتحه حاكم نيويورك وقتها فيورولو لاغارديا. سيطر لاغارديا حليف الرئيس روزفلت على المشهد الإعلامي منذ انتخابه في العام 1930. كان عصبياً وسريع الغضب، لكنه لا يكل، إذ طور مدينته وحارب الفقر والجريمة المنظمة وتمتع بشعبية غير مسبوقة. يدنو البحار وهو رجل طويل القامة ويقترب من الشرطي ويقول له: أيها الشرطي، يوجد رجل هنا يدعي بأنه الحاكم. الشرطي لم يتفهم الأمر فقال له: كيف يبدو هذا الرجل؟ فيرد البحار: إنه رجل قصير يرتدي ثياب الرثة. فرد الشرطي: هذا هو الحاكم. الثالث من يونيو عام 1935، بعد مرور ما يزيد على 4 أيام في البحر، تصل سفينة نورماندي إلى نيويورك وتحطم الرقم القياسي لسرعة عبور المحيط الأطلسي، وبذلك تمنح لفرنسا ولأول مرة الكأس ذات الشريط الأزرق. كان الترحيب الذي قدمته العاصمة بمثابة نصر روماني.
يكتب الروائي باتريك دوفيل بعد ذلك بخمسين عاماً. الكوكب بأكمله يشبه سفينة تايتانيك على حافة جبل جليدي، ولكن الليلة في ميناء نيويورك أصوات الانفجارات هي أصوات الألعاب النارية والاختناقات المرورية وفلين الشمبانيا. في النصف الثاني من الثلاثينيات على خط ميناء لوهافر نيويورك، كانت نورماندي في قمة مجدها. غادرت دانييل داريو إلى هوليوود، وها هي هنا قبل وقت قصير من وصولها إلى نيويورك. تنشر الصحف بشكل أسبوعي وصول ومغادرة المشاهير من أنحاء العالم كافة. من بين هؤلاء مخرج إنجليزي مشهور يهاجر إلى الولايات المتحدة بمشروع طموح، تمثيل غرق سفينة التايتانيك. تتجهز ألمانيا للحرب وقد أرسلت بالفعل عشرات الغواصات إلى المحيط الأطلسي. نورماندي تغادر لوهافر وعلى متنها العائلات الهاربة من أوروبا. يكتب لويس كوغينير وهو مهندس كهربائي يبلغ من العمر 36 عاماً في مذكراته: الحرب قريبة، والسؤال نفسه يدور على شفاه الجميع من بين أفراد الطاقم: متى سنعود؟ يصدر القائد إيتيان بايان دو لا غراندوري توجيهات جديدة في مواجهة خطر تهديد التوربيدات. النوافذ والمداخل تغلق وتحظر الاتصالات اللاسلكية، ويأمر السفينة بالتوجه شمالاً أكثر من المعتاد. في 28 من أغسطس ترسو نورماندي على الرصيف 88 وسط حالة ازدحام من سفن الركاب التي تبحث عن مأمن. يقول أحد الركاب: ظننا أن الحرب اندلعت بالفعل. يكتب لويس كيغني في يوم المغادرة: تم تجهيز الآلات، والركاب وموظفو البريد يصعدون السفينة. نظن أننا سنغادر، وفجأة يأتي أمر معاكس. تتجه الأمور نحو الأسوأ. علينا أن نبقى هناك. في 30 من أغسطس يتسلم الرئيس روزفلت رسالة من مستشاره الخاص: نورماندي لن تغادر الليلة. لقد استبعدت الشركة خط عبور العودة الذي كان قد أصبح خطيراً للغاية، واستسلمت لقرار إبقاء نورماندي على الرصيف 88 بعيداً عن نيران الجيش الألماني. في الأول من سبتمبر اندلعت الحرب في أوروبا، نيويورك على الطرف الآخر من العالم، وتنوي البقاء بعيداً عن الحرب. أتمنى أن تبقى الولايات المتحدة بعيدة عن هذه الحرب، وأؤمن بأنها ستبقى كذلك. يتوقع البيت الأبيض الذي اتخذ الحياد رسمياً نشوب صراع عالمي. أبلغت البحرية الأمريكية الرئيس الأمريكي قبل ثلاث سنوات أن حجم سفينة نورماندي وسرعتها سيجعلان منها مصلحة استراتيجية مهمة حال نشوب حرب. وبالنسبة لروزفلت المحب للبحرية، فإن تجميد السفينة واستثمارها فرصة لا ينبغي تفويتها. وعندها تخطر لوزير الخزانة الأمريكية هنري مورغانتو فكرة جريئة. فقد ساعدت الولايات المتحدة فرنسا على دحر ألمانيا في عام 1917، ومنذ ذلك الحين ارتبطت فرنسا بدين مالي ضخم تجاه أمريكا.
ما يتيح للبيت الأبيض أن يستحوذ على نورماندي ببساطة وأن يخصم قيمتها من الدين الفرنسي. في 3 سبتمبر يتحدث مورغينتو بشأن السفينة مع روزفلت الذي أجابه: إنه أمر طريف، لقد راودتنا نفس الفكرة في نفس الوقت. يقف السفير الفرنسي بحالة صدمة عند استدعائه إلى مكتب مورغينتو ويقول: فكروا فيما سيقوله الرأي العام في فرنسا، فكما تعلمون نورماندي تعد كنزاً وطنياً بالنسبة لنا، شعبي سيطالب بتفسير للأمر. الطرح يوشك على التفاقم إلى مستوى فضيحة دبلوماسية. يتراجع روزفلت ولكن عينيه ترقبان السفينة، فلربما تأتي لحظة ملائمة أكثر. وبعيداً عن هذه المفاوضات السرية، كان على قائد نورماندي أن يحضر لتجميد السفينة لأجل غير معلوم. أرسل أغلب البحارة إلى وطنهم وخفض طاقمه إلى الحد الأدنى، ولم يتبقى من بين آلاف الأشخاص الذين عاشوا في سفينة نورماندي في وقت السلم سوى 115 شخصاً. في ذلك الوقت كتبت الجمعية الخيرية الفرنسية في نيويورك إلى الشركة: عند وصولهم إلى هنا في الصيف لم يحضر أفراد الطاقم المساكين ملابسهم الشتوية الدافئة، لقد رأينا هؤلاء الشباب الفقراء في جميع أنحاء المدينة بمفردهم أو في مجموعات صغيرة وهم يرتجفون من البرد في الشوارع. يوزع المتطوعون المعاطف على البحارة، ولكن في ذهن القائد بايندي لا غاراندوري بدأ الأعداء الحقيقيون والخياليون الاختلاط. كشفت البحرية الأمريكية للتو عن تهديدات بعدوان ألماني، لقد أظهر لنا الحاكم لاغوارديا علامات القلق وأظهر اهتماماً بحمايتنا، وتراقب الشرطة المنصة على مدار 24 ساعة. لقد أصبح بحارتنا هدفاً للجمعيات الخيرية الزائفة أو لمجموعات عدة لا تعدو كونها خلايا للشيوعية، وهم كل يوم عرضة للقاء عملاء للعدو أو رجال العصابات الذين سيجعلون منهم تابعين لهم. لقد أصبح هؤلاء الرجال الفقراء تحت رحمة أي شخص. لقد خفضنا قوائم الطعام وحصص الإعاشة للموظفين، كان كل شيء مغطاً بأغطية. نحن نحاول منح السفينة بعض الحياة المصطنعة. يكتب لويسكي جيني في مذكراته: لقد أضحت السفينة كئيبة، حزينة بلا حدود. ممراتها التي كانت ذات يوم مفعمة بالحياة أصبحت اليوم خالية من الناس، ومع ذلك بلى. كتبت صحيفة نيويورك تايمز إن وضع سفينة نورماندي الحالي يذكرنا بفندق أغلق أبوابه لفصل الشتاء. في ربيع عام 1940 استطاع القائد بايندي لا غاراندوري فهم أن معركة فرنسا خاسرة. عاجلاً أم آجلاً ستسقط مقاطعة نورماندي في أيدي الغزاة الألمان. جمع بحارته وقرر إغراق السفينة هناك على سواحل أمريكا. تقوم الشركة مذعورة من فورها بإعادة تنظيم الموظفين. ترسل القائد فرانسوا لوبي إلى نيويورك. وفي 14 من يونيو باريس تستسلم. كتبت صحيفة جورنال دي جنيف في العام 1935 حين كانت نورماندي تتبختر بهيبتها بين أرصفة لوهافر: يبدو أن أي من المسؤولين الحاضرين لم يلاحظ أن البلاد كانت تنزلق نحو الهاوية ببطء. بين الكثير من الترف والرفاهية والكثير من التفاخر والحقائق الوطنية المحزنة، كانت هناك حالة من الانفصال عن الواقع.
كنا متحمسين للفوز بالكأس، لكننا أهملنا الجيش والقوات الجوية وصرخنا بشكل محموم حتى يتمكن عدد من أصحاب الملايين من الترقي بشكل أسرع من الجادة الخامسة إلى الشانزليزيه، واستخففنا بكل من طالب بطائرات قوية وليس دبابات بسرعة السلاحف عفى عليها الزمن. كتب لويس كيغيني في نيويورك: لم نعد نجرؤ على الخروج، يعترينا الخجل أمام الأمريكيين، ولكن تعترينا السعادة حين نستمع إلى كلمات الجنرال ديغول: نأمل أن تستمر مقاطعة نورماندي بالقتال إلى جانب حلفائنا. نائب الرئيس السيد ماليغليف يتحدث: جميع الرجال والنساء الفرنسيين الأحرار في بريطانيا العظمى معكم. في 19 من يونيو علم كيغني أن أحد مصممي سفينة نورماندي، بيردو مالغليف، استقال للتو ليبدأ إنشاء البحرية التجارية للقوات الفرنسية الحرة. لم يعد البحارة يتسلمون الأخبار أو الرواتب من الشركة، وعلى متن السفينة تتشكل المعسكرات وتتفشى الإدانات الوشايات ويتفكك الطاقم. يكتب كيغيني: في أغسطس جمعتنا الشركة أخيراً في غرفة المسرح وتحاول تقديم تفسيرات. لقد هزمنا وعلينا أن ندفع ثمن أخطائنا الماضية وثمن نكوص الجبناء والمستسلمين، ولكن من هذا المسرح الذي كان يجلس فيه أصحاب المليارات ونجوم السينما ذات يوم ترتفع صيحات تعجب الرجال والبحارة الذين يريدون أن يكونوا أحراراً والذين لا يقبلون بالخيانة. كان لويس كيغيني مخلصاً لنورماندي منذ بداياتها في العام 1935، وقد هبط في نهاية صيف العام 1940 وغادر السفينة برفقة 15 من رفاقه. انضم البحارة إلى القوات الفرنسية الحرة في لندن وتبعهم عشرات آخرون، وبعد شهرين كشفت الصحافة أن القائد لوبيه يتلقى العلاج في المستشفى الفرنسي في نيويورك إثر إصابته بانهيار عصبي. في ليلة الميلاد من العام 1940 تبدو نورماندي كأنها كانت هناك منذ الأزل. تكتب الصحافة الأمريكية: حجراتها الخاوية والمظلمة تذكرنا بمنزل مهجور تسكنه الأشباح على أرصفة ميناء نيويورك. كما لو كانت الرغبة في عالم يختفي تخطر لشخص ما فكرة غريبة تتمثل في عرض فيلم زوجة الخباز لمارسيل بانيول على متن السفينة، قصة رجل خانته زوجته. لإنقاذ سفينتها من حالة الانهيار عينت الشركة قائداً جديداً، هيرفي لوهوديه، وصل إلى نيويورك في يناير 1941 مع بحارة جدد. ومن بين جميع التهديدات الحقيقية أو الوهمية من قبل رجال العصابات والشيوعيين والديغوليين والصحفيين والنساء، يبقى التهديد الأشد خطورة أعمال التخريب التي ينفذها المتعاطفون مع النازية. في 2 أبريل من العام 1941 قبض على عميل من أصل ألماني طباخ على متن السفينة مانهاتن لأنه أبلغ رؤساءه بتحركات السفن في ميناء نيويورك. مكتب التحقيقات الفيدرالي على وشك الكشف عن أكبر شبكة من المخربين الألمان في تاريخه. وفي اليوم نفسه دقت القوات الفرنسية الحرة ناقوس الخطر، فقد تعرضت سفينة نورماندي لخطر الإغراق من قبل هيئة أركانها العامة تبعاً لتعليمات من باريس.
تكثر هذه الشكوك في التبادلات الصحفية والدبلوماسية، لكن كل شيء تغير في 15 من مايو من العام 1941 عندما أضفت فرنسا الطابع الرسمي على تعاونها مع ألمانيا. وفي مواجهة خيار فرنسا السياسي، أصبح أمن سفينة نورماندي شأناً أمريكياً. وفي الساعة 7 مساءً وصل خفر السواحل على متن السفينة لمراقبتها وحمايتها. صرح لهم القائد لوهودي موضحاً: لن نخرب أبداً نورماندي، أعطيكم كلمتي. لو أردنا فعل ذلك لما كان هناك شيء أسهل. سيتعين علينا فقط مغادرة نورماندي بأكملها والإبحار بعيداً وتركها لكم. وتحت المراقبة الأمريكية تظل نورماندي ملكاً للشركة، ولكن في فرنسا بدأ الناس يخشون من أن تصادر بشكل تام. سنضع قواتنا المسلحة في مواقع عسكرية استراتيجية، سنقاوم بحزم كل محاولة من هتلر للسيطرة على البحار. إننا اليوم نعيد التأكيد على العقيدة الأمريكية القديمة: حريتنا في البحار. لن نتردد في استخدام قواتنا المسلحة لصد أي هجمات. أصدرت الليلة إعلاناً بوجود حالة طوارئ وطنية غير محدودة. من أجل تهيئة الأمريكيين للدخول في الحرب، أنشأ روزفلت مكتب الدفاع المدني، وعين رفيقه المقرب حاكم نيويورك رئيساً للمكتب. أما لاغوارديا المعروف بولعه بمكافحة الحرائق، فقد أصبح مهووساً بسبب القصف النازي على لندن. مهما كان سيحدث، ودعونا نأمل بألا يحدث، ولكن إن حدث أي شيء فعلينا أن نكون مستعدين لحماية كل رجل وامرأة وطفل في أرجاء الوطن كافة. يدرب لاغوارديا السكان على مهن مكافحة الحرائق والشرطة ومراقبة الجو. نيويورك تتحول تدريجياً إلى ثكنات. لا يزال الجيش الألماني بعيداً، لكن بالنسبة لروزفلت فإن العدو موجود بالفعل. نحن على دراية بأساليب مختلفة للعدوان، أساليب كحصان التروادة والطابور الخامس. الجواسيس والمقربون والخونة هم عناصر فاعلون في هذه الاستراتيجية الجديدة. إن هذه القوى الداعية للتقسيم هي سم زعاف. التقطت هذه المشاهد في زاوية شارع مزدحم في نيويورك. 29 يونيو يعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي عن تحقيق نجاح كبير. يدخل هذا الرجل في كمين محكم، إنه الكولونيل فريتز دوكين، زعيم شبكة تجسس وجاسوس ألماني محترف.
نجح المكتب بتفكيك شبكة دوكين، والتي ضمت حوالي 30 عميلاً ألمانياً نشطوا في الولايات المتحدة لسنوات، وجعل منها انتصاراً لقوة العلاقات العامة. اقرأوا الأخبار! التقطت كاميرا مخفية في المكتب المجاور هذه الصور المدينة. تشغل هذه المشاهد في دور السينما في نيويورك. يكتشف طاقم نورماندي أن الألمان كانوا يراقبون السفينة على مدى عامين. ورغم نجاح الحملة السابقة، فإن أعمال التخريب في مصانع البلاد آخذة في التزايد. الكثير من الأحداث تبقى غامضة. مجدداً وكمقدم أخبار الجرائم لهيئة MGM الإذاعية، يسرني أن أقدم لكم حلقة جديدة في سلسلتنا الجريمة لا تجدي، ولأسباب واضحة فإن الأحداث والشخصيات المعروضة هنا تخيلية. إنها تغادر قبل وقتها المعتاد بعشرين دقيقة. هيا بنا، حاوطوا المكان، سنلتحق بكم. حسناً. ستستمر الاعتقالات طوال العام. يحتمل أن يكون الخائن التالي هو جارك أو البقال المحلي أو أي شخص كان. كن على حذر واحط عملك ونشاطاتك بالصمت والكتمان، وتعود دوماً التفكير مرتين قبل النطق بكلمة. إن القلق الذي يسيطر على البلاد يأتي إلى ألفريد هيتشكوك على طبق من فضة. لقد تخلى عن مشروع فيلم التايتانيك للبدء بفيلم جديد لم يحمل عنواناً بعد، وقصته تدور حول مطاردة شرسة للجواسيس في جميع أنحاء الولايات المتحدة الغارقة في فوضى الذعر الجماعي. ما يلفت الانتباه أن القصة المصورة تتنبأ في نهاية الفيلم بتدمير سفينة فاخرة في ميناء نيويورك بأعمال تخريب. وأثناء التحضير لتصوير الفيلم، هناك عرض آخر قيد التطوير، إذ يكتشف سكان نيويورك الطموح المخادع لحاكم تحول إلى مخرج أفلام. في بداية العام الدراسي 1941، حول لاغوارديا نيويورك إلى مسرح لتصوير أفلام الحرب، وبدأ ينتظر نهاية العالم بفارغ الصبر. في العاشر من أكتوبر يحشد الحاكم 5000 جندي وثلاثين طائرة لشن غزو وهمي على منطقة لونغ آيلاند. طوال اليوم يكرر الراديو ألا شيء حقيقي من هذا. هذه مجرد غارات وهمية. حافظوا على هدوئكم، ابقوا هادئين ولا تصغوا للشائعات. في 15 من نوفمبر 1941 نظم لاغوارديا ما سماه أسبوع الدفاع المدني، وهو تمرين متزامن في 7 مناطق مختلفة، وحشد 70,000 متطوع. ومن بين السيناريوهات محاكاة لهجوم على سفينة نورماندي. لم يتم إبلاغ خفر السواحل، ووجدوا أنفسهم غارقين في حشد من الشرطة والممرضات والصحفيين والجرحى والمرضى المزيفين الذين اندفعوا إلى سطح السفينة. ينتهي الأمر باعتذار لاغوارديا. تبدأ الصحافة بالحديث عن حمى الحرب، وفي نهاية العام 1941 كان الحاكم يشاهد غالباً وهو يعبر شوارع نيويورك في سيارة للشرطة، وهو يصرخ عبر مكبر الصوت: اهدأوا اهدأوا. طوال شهر نوفمبر الصاخب هذا كان روزفلت حائراً بين مقترحين. الأول أوصى به وزير البحرية،
إنزال طاقم نورماندي ومصادرة السفينة لتحويلها إلى حاملة طائرات، والثاني الذي تدعمه وزارة الخارجية وهو التبادل الذي اقترحته فرنسا التي تفتقر إلى النفط والقطن. لكن صباح يوم أحد غير متوقع يجر الولايات المتحدة إلى الحرب ويضع حداً للتردد. في 7 ديسمبر عام 1941 يصل ألفريد هيتشكوك إلى نيويورك لالتقاط المشاهد الأولى لفيلمه الطويل، وفي الآونة الأخيرة أصبح يحمل لقبه بالإضافة إلى لقب ممثلته الرئيسة بريسيلا لين. هناك منا نحن الذين نعمل في الأفلام من يبذل قصارى جهده لإظهار السعادة وكذلك الحزن الذي يظهر في حياة الشخصيات التي نلعبها. نحن نعمل مع الدراما الخيالية، ولكن اليوم وفي كل يوم تدور دراما الحياة الواقعية حولنا. نقاطع هذا البرنامج لنقدم لكم نشرة إخبارية خاصة. لقد هاجم اليابانيون بيرل هاربر من هاواي جواً. لم تردنا أي تفاصيل بعد، ستتوافر لدينا في غضون دقائق. وردنا في نيويورك أن قاعدة بيرل هاربر تعرضت لهجوم وسمع صوت الدفاعات الجوية. نعيدكم الآن إلى نيويورك وسنوافيكم بمعلومات جديدة فور ورودها من البيت الأبيض. نعود معكم الآن إلى أوركسترا نيويورك الفيلهارمونية. أريد أن أنبه سكان هذه المدينة أننا نعيش أزمة شديدة. يجب علينا، بل لا يمكننا أن نركن للشعور بالأمان. يجب علينا أن نتهيأ لأي حدث وفي أي وقت. هذا صوت صافرات الإنذار سيد جونز. هل يمكن أن تكون هذه غارة حقيقية؟ هل هذا شيء حقيقي؟ يبدو أنك لا تعرف الإجابة يا سيد جونز. مع دخول الولايات المتحدة الحرب، تبدأ ألمانيا الهجوم على أمريكا. أطلقت حوالي 10 غواصات باتجاه نيويورك. إنها عملية باوكنشلاك أو ضربة الطبل. وبالتالي فإن القانون الدولي يسمح للبيت الأبيض بالاستحواذ على سفينة نورماندي أخيراً. لدى البحارة الفرنسيين 2 ساعة لحزم حقائبهم. وفي 16 من ديسمبر 1941، وبعد 2 عام من المراقبة والمساومات والمعاناة، صودرت سفينة نورماندي. يتتابع إرسال البرقيات. ديغول يطالب الأمريكيين بالتنازل له عن نورماندي. إنه يلعب بورقته الرابحة. لويس كيغيني ورفاقه. البحرية الأمريكية ترفض وتريد تفريغ السفينة قبل حلول العام الجديد. تحاول الشركة تقليل خسائرها إذ تحصي زجاجات الشراب المتبقية في القبو، وتتساءل عما إذا كانت أحواض الاستحمام والمغاسل جزءاً من الهيكل أم لا. المصير الواعد الذي خلقته نورماندي عند إطلاقها لأول مرة يتدهور حرفياً إلى محاولة سخيفة لأخذ ما يمكن من أثاث السفينة. تم التخلي عن مشروع حاملة الطائرات لتصبح حاملة جنود. تركب مدافع مضادة للطائرات على المتنزهات، ويعمل 2000 عامل تحت الضغط لإنهاء العمل قبل فبراير. لقد علموا للتو أن الغواصات الألمانية تقترب. كشفت إدارة القوات البحرية عن أن السفينة الفرنسية الفاخرة السابقة نورماندي ستحول إلى سفينة إسناد بحري. السفينة التي تزن 83,000 طن وبتوجيه من الرئيس ستحمل اسم لافييت، تخليداً لذكرى القائد الفرنسي الذي جاء لمساعدة هذا البلد خلال الحرب الثورية. قبل العام الجديد بقليل وجد هيتشكوك نجمه اللامع نورمان لويد الشاب. وللترويج للفيلم أعلنت يونيفرسال ستوديوز
أن هيتشكوك توقع الهجوم على بيرل هاربر وأنه عدل سيناريو الفيلم باستمرار وفقاً للأحداث. وفي الوقت نفسه يكتب الكاتب سيمون دوكايافي وهو لاجئ في نيويورك إلى القائد لو هوديه: يسعدنا أن تأتي وتتناول العشاء معنا، إنه عشاء حميم مع فرنسيين تعيسي الحظ في اليوم 31 من ديسمبر الساعة 8 مساءً. تكون أيام الأعياد صعبة للغاية للأناس الذين في حالتنا وحالتك، بعيدين عن كل ما نحبه. لا يزال القليل من فرنسا هو ما يبقينا صامدين، علينا ألا نبقى وحيدين. ينبه هذا الفيلم القصير لبريستون ستورجس بتكليف من الجيش من مخاطر التخريب في ميناء نيويورك. عرض في دور السينما بداية يناير من عام 1942، والذي أطلق عليه البحارة الألمان اسم ديرز فايت جلوكليش زايد، أي الزمن السعيد الثاني. بالنسبة للأمريكيين، يعد شهر يناير بمثابة كابوس، إذ يبلغ القلق ذروته. يو 123، أول غواصة تعبر المحيط الأطلسي، تصل أخيراً إلى نيويورك. أصبح بإمكان القائد راينهارد هارديغان رصد أسطح ناطحات السحاب بمنظاره. 2 يناير، إنه سجن جواسيس شبكة دوكين. تجنبوا الهلع. روزفلت الذي بدأ ينزعج من المشاهد السخيفة لمكتب الدفاع المدني يعين قائداً أكثر رصانة. في المساء يفجر عدد المقبولين المسجلين في دور السينما في نيويورك جميع الأرقام القياسية. يتسلل صحفي على متن نورماندي متنكراً في زي عامل ميناء، ويكتشف العديد من الفرص لتخريب السفينة. ونبهت الصحيفة التي طردته القيادة البحرية، وقررت تأجيل النشر حتى لا تشجع الأشرار. في 5 يناير اختفى مسدسان من مكتب قائد نورماندي، بينما تختبر المدينة القطع الكلي لأضواء الشوارع. وفي اليوم التالي ألغت البحرية جميع أذونات المغادرة. في خطابه السنوي عن حالة الاتحاد يستدرك روزفلت المستقبل البعيد. لو حاول أي من الأعداء شن غارات بعيدة المدى من قبل أسراب انتحارية من الطائرات المتفجرة، وبغض النظر عما قد يحاول أعداؤنا أن يفعلوه بنا يائسين، سنكون جاهزين للردع. وبعد يومين يتسبب عقب سيجارة تركه عامل ميناء في تدمير الرصيف 83 على مسافة 400 متر من نورماندي. في 15 من الشهر نفسه نسف قائد الغواصة يو 123 راينهارد هارديغان أول سفينة له قبالة ساحل لونغ آيلاند. في اليوم التالي تحطمت طائرة تقل 20 ضابطاً من الجيش والممثلة كارول لومبارد في سفح جبل. يفقد الجمهور أحد نجومه المفضلين. مكتب التحقيقات الفيدرالي يتعقب التجسس والتخريب ويتتبع الأجانب. لقد رأى شخص ما ضوءاً غريباً. وفي الأسبوع الذي تلاه ورد خبر بأن ألمانيا تطور قاذفة بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة من دون فرض الانتحار على طيارها. الأول من فبراير تغرق المخابرات الأمريكية في الظلام. أضافت البحرية الألمانية للتو قرصاً رابعاً إلى جهاز إنجما الخاص بها، ما يجعل اتصالاتها غير قابلة للفك. جاسوس ألماني يكتب:
الارتباك في أمريكا أصبح كاملاً. وفي اليوم نفسه يصرح هيتشكوك للصحافة: اليوم لا يمكنك الوثوق بأي شخص. لقد قارب على الانتهاء من التصوير وعاد إلى لوس أنجلوس. في الصباح الباكر تقدم الولايات المتحدة العقارب ساعة واحدة إلى الأمام وتدخل رسمياً وقت الحرب. في الصالون الكبير على متن نورماندي يشعل العامل كليمون ديريك موقد اللحام ليقطع آخر عمود من وحدة الإضاءة. تفضل. لحظة، اكتب، أكمل، أزل رقمي 1 و2، ثبت 3 للصور. الظروف الاستثنائية للكارثة تثير مشاعر المشاهدين بشكل لا مثيل له. لا تزال عشرات الطائرات وقوارب الإطفاء تكافح الحريق في رصيف لافييت. أصيب ما لا يقل عن 218 من أصل 2200 عامل على متن السفينة عندما اندلع الحريق قبل أقل من 4 ساعات. ورغم الضغط الرسمي للتخفيف من الحديث عن العمل التخريبي بخصوص النورماندي، يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في التخريب. قبل فترة وجيزة قال الأدميرال أندروز الذي كان يقود المنطقة البحرية الثالثة إن أحدث معلوماته تشير إلى أن الحريق بدأ في الصالة الرئيسية على سطح الكورنيش بشرارة من شعلة لحام. يستخدم بالقرب من رزم البالات القابلة للاشتعال، أبعدت فقط 2 أو 3. يلقى اللوم كثيرا على شرارات من عمال اللحام، لا يمكن أن تكون هذه كلها حوادث. الأمر كله محفوف بالغموض، ليس عملا تخريبيا، أشك في ذلك. لساعات تضخ القوارب أطنانا من الماء المبرد على الأسطح الخارجية. تبدأ سفينة نورماندي الميلان. حاول القائد لوهوديه الصعود لإنقاذ سفينته، لكن خفر السواحل رفض. يحاول أن يوضح للاغوارديا أنه إذا استمر إغراق الأجزاء العليا فستنقلب السفينة في النهاية. عندما انكسرت المراسي الأولى اتصل لاغوارديا بالبيت الأبيض. رد روزفلت غاضباً بأنه لا يستطيع فعل أي شيء من مكتبه. أدت الرياح الشمالية الغربية السريعة إلى تأجيج النيران لتتسبب بحريق شامل، طوابقها الخشبية تحترق. يمكن أن تشعل النيران رصيف الميناء ومن ثم المباني. قرر لاغوارديا السماح لرجال الإطفاء بأداء عملهم. في المساء تشتد الكارثة سوءاً. سقطت جسور المشاة في النهر. تمت إذاعة الأمر للابتعاد عن نورماندي. في منتصف الليل يبعد عناصر البحرية فرق الأخبار. مدى الجرح الذي خلفته لا يوصف. وتكتب الصحافة الأمريكية: ماذا يقال عن أمة في مقدمة الدول الصناعية ولم تستطع أن تحفظ سفينة من دون تركها لتتآكلها النيران؟ في فرنسا الألم كان أشد وقعاً. كتب المؤلف بيير دولونكل العام الأكبر لمؤسس مجموعة لاكاغول الفاشية إلى الشركة: هذه نهاية نورماندي بسبب الأنانية الأمريكية والغباء والتخريب. يا له من نفاق أن يسموها لافاييت بعد أن سرقوها منا. ألمي مع أولئك الذين صنعوا هذه التحفة الفنية التي ضيعت ثم دمرت على يد أبغض أهل الأرض.
يتمكن الصحفي الذي تخفى في الشهر السابق أن ينشر تحقيقه أخيراً. الصفحة الأولى هي نموذج لما بعد الحقيقة، يثبت مراسلنا أنه كان من الممكن تخريب نورماندي. يبلغ روزفلت أنه لا يوجد أحد في نيويورك يصدق بأن الأمر كان مصادفة. رغم التقليل الرسمي، الحديث عن عمل تخريبي فيما يتعلق بنورماندي. الطيف الذي تلاشى في المشهد يصبح نقطة جذب سياحي مرة أخرى، وتطارده صورته القديمة. كنا في استوديوهات يونيفرسال عندما وردت أنباء عن انقلاب سفينة نورماندي. لن يترك هيتشكوك هذه الفرصة تفلت منه، ورأى على الفور مع انهيار السفينة والمعلومات المتعلقة بها أنها فرصة عليه أن ينتهزها. أمر هيتشكوك على الفور طاقماً بالخروج لتصوير نورماندي ملقاة على جانبها. ومن دون تصريح، صور الفريق أيضاً بعض اللقطات لحركة المرور على الأرصفة، وأرسل كل شيء إلى لوس أنجلوس. يضع هيتشكوك نورمان لويد في سيارة أجرة مزيفة أمام شاشة العرض، ويطلب منه أن يبدو شريراً قدر الإمكان. كان ذلك المشهد ارتجالياً، لقد كان سريعاً جداً. أنا في سيارة الأجرة، والسفينة، ورد الفعل. علم هيتشكوك أنه لم يكن تخريباً، لكنه كان يعلم أنه من خلال تجميع هذه القطع من الفيلم فإنه سيسمح للجمهور بالوصول إلى حكمهم الخاص. لقد اشتهر بتقطيع المشاهد وصنع قصة من القطع. في 22 من أبريل من العام 1942، دعيت النخبة في واشنطن لحضور العرض الأول من فيلم المخرب. كانت تجربة شاقة كما سيصفها ألفريد هيتشكوك لفرانسوا تروفو بعد 20 عاماً. إنها سفينة ركاب كما تعلمون، وقد غرقت في ميناء نيويورك. كان هنالك حريق على متنها، وانقلبت السفينة بأكملها وغرقت. لقد صورتها من وجهة نظر المخرب، وهكذا جعلته يلعب الدور. نعم، هذا هو. استشاطت القيادة البحرية غضباً. لقد تلقينا رسائل التهديد، كل ذلك لأنني لمحت إلى أن نورماندي تعرضت لعمل تخريبي، والذي كان يعكس فشلهم في مهمة حمايتها. لم أكن أعتقد أنها كانت نورماندي. نعم، أكيد. تطالب البحرية الأمريكية شركة يونيفرسال ستوديوز بإزالة المشهد قبل طرح الفيلم للجمهور، ولم يرمم المشهد حتى العام 1948. تجري 5 فروع للحكومة الأمريكية تحقيقات مستقلة وتتوصل إلى النتيجة نفسها. الحريق كان نتيجة حادث تفاقم بسبب إهمال وفوضى غير مسبوقين. كان من الممكن أن تنتهي القصة عند هذا الحد، لكن لأشهر كان البيت الأبيض غارقاً في الرسائل التي تقدم تفسيرات بديلة. في العام 1947، يعترف العميل النازي فريدز شيفر للسلطات الألمانية، يستغرق الخيال 4 أسابيع من عناوين الصحافة. في العام 1974، علمنا أن تشارلي لوتشيانو، الشخصية الشهيرة في عالم الجريمة في نيويورك، هو مفتعل الحريق. في أمريكا التي اهتزت بفضيحة ووترغيت، وجدت هذه النظرية من يؤيدها. تكشف نورماندي عن نفسها كقطعة من الأحجية التي لا تغطي لوتشيانو فحسب، وإنما أيضاً كينيدي وكاسترو ونيكسون وهوارد هيوز والسي آي إيه. أعاد العديد من الصحفيين فتح الملف،
وحقق فيه بشكل مستقل لسنوات وتوصلوا إلى النتيجة نفسها، لا تخريب، لا نازيين، لا مافيا. حادث مؤسف، ولكن خلال الخوف من الفوضى تولد الأساطير، ومن الواضح أنها لا تموت من دون مقاومة. من المؤسف أنك لا تستطيع الترحال على متن نورماندي التي احترقت. سمعت بذلك. كان عملاً تخريبياً. وما علاقتي بذلك؟ لمدة ما يقرب من قرن من الزمان تم تداول الأسطورة. الأفلام والكتب والتقارير والشبكات الاجتماعية تبقي فكرة الحريق الغامض حية. يمكننا أن نعثر على أسباب هذا النجاح في شهادة راينهارد هارديجن قائد الغواصة U-123، والذي نظر في يناير من العام 1942 إلى أسطح منازل نيويورك من خلال منظاره. من الواضح أنها خرافة، من الواضح أن هذا كله مختلق. طبعاً رأيت هالة حمراء لمدينة كبيرة في الأفق، وزعمت الصحف الأمريكية أنني رأيت أشخاصاً يرقصون على سطح فندق والدورف أستوريا. هذا غير صحيح طبعاً، من الواضح أنه هراء. أظهرت الأخبار الألمانية صوراً تظهر نيويورك ليلاً من خلال عدسة الغواصة. لقد التقطوا أي لقطات ليلية وأضافوا تأثير عدسة المنظار وهكذا. لطالما ذكرت هذا، ولكن ما الفائدة؟ نعم، هذا غير صحيح، إنها خرافة صرفة، إنها مادة للصحف. إن الكذبة تباع أفضل من الحقيقة أحياناً. وكما يقول أندري بازان، السينما تستبدل نظرتنا بعالم يتوافق مع رغباتنا، ونورماندي هي تاريخ هذا العالم. Thank you.